السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من تعليم الرسم مع إبراهيم عبد المقصود. أعزائي في كل مكان، النهاردة حلقة خاصة بالقص واللزق للصف الثاني الإعدادي. طبعا ده سؤال بيجي في الامتحان، فكلنا بنقول يعني إيه قص ولزق؟ في مساحة مربع 10 × 15، قم بعمل كم عمل وردة باستخدام الورق الملون والقص واللزق. طبعا احنا عندنا في القص واللزق ده بنروح الى المكتبة بنشتري حاجة اسمها دفتر قص ولزق، ده ورق أعمال، ده قص ولزق، ده كده قص ولزق، الحاجات دي كلها قص ولزق. أنا ممكن يطلب مني سمكة، أدي السمكة، ممكن يطلب مني دي سمكة تانية برضه بشكل تاني. ايه وردة، إيه وردة تانية، اهي وردة. ممكن يجي جاي عشان الشتاء يجي جاي يقول لي ارسم شمسية، ايه طبعا الشماسي احنا عاملين شماسي كتير لتلامذتنا اهو، ايه دي كلها شماسي. ورق، وبرضو ده سمكة لو جالي سمك. طيب انا دلوقتي عايز اشتغل، اشتغل ازاي؟ اولا انا المفروض ان انا برسم الاول على الورقة اهي، برسم وردة. بمسك المقص واقص، خد بالك معايا، ايه ادي المقص اهو، بقص ايه 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 خلي بالك معايا اهو، ادي القص واللزق. طبعا السؤال ده عليه 15 درجة اختياري ما بينه وما بين التصميم الابتكاري، وبنزل دي اهي، خليكم معايا اهي، بنزلها هنا. طبعا انا عندي هنا هي ماسك حته كده اللون الاسود ده جميل اهو، وبلفها. سهل جدا السؤال ده، يعني حرام يروح منك. اجي حاططها هنا، طبعا بجيب معايا اخضر ايه، برسم ورقة ايه، ادي الورقة، ورقة الشجر. طبعا النوعية بتكون كويسة بس بتطلع معاك بسرعة ايه، ايه جاي هنا. ممكن عندي اخضر تاني، الاخضر دوت اهو، لما تحط اللونين فوق بعض بيدوا للشكل جمودية وبيكون جامد جدا، وخاصة لو في لونين غامق وفاتح. بص لي هنا الفرع اهو، وعايز شوية شغل ايه يعني جمال جدا. ايه عامل
كده. اهو اعمل بقى ورقتين شجر احطهم ايه في الفرع. ادي واحدة طبعا الناحية التانية اهي اهي الناحية التانية اهي جاي ماسكهم كده. خليك معايا ما تروحش اي حتة تانية اهي. باجي جاي بعد كده بعمل ايه انا اهو. بص لي بقى هنا عشان دي مهمة اوي. بسيب حتة انا من اللون ده بيقوم يديني شكل جامد جدا اهو. هي طبعا يعني مفيش حاجة من غير تعب، مفيش حاجة لازم تتعب اه؟ لقيت نفسك هتشتغل التصميم الابتكاري خلاص بلاش الأشغال. عايز تعمل الأشغال أنا شايفه سؤال سهل وعليه 15 درجة حرام يروحوا منك. ادي هنا ادي واحدة ادي ايه وردة. ممكن انا كمان عايز ادعمها شوية، ممكن ادعمها ممكن انا او هنا. بص انا هعمل ايه بقى تاني اهو. ممكن اخدها كده عشان اعملها كده هتبقى كذا لون اهي. خليك معايا طبعا دي حلوة قوي دي بتاعت الفرد ان انا اهو. عشان تطلع حاجة كويسة لازم ان انت تطلعها بإتقان عالي جدا. بص انت هنا بقى بتسيب جزء من الايه من الاحمر ده النبيتي اهو. بص هنا بلفها تاني ايه. يبقى انت لما هتحطها في 10 في 15 هتلاقي مالت المربع بتاعك وطلع معاك كويسة جدا ايه. بص هنا يبقى كده انا عملت كام لون؟ حوالي 3 الوان ايه. هي مش لون واحد ايه. وبكده يبقى القص واللزق احنا كلنا عرفناه. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير. طبعا القص ده على اولى اعدادي اللي هو القص واللزق على اولى اعدادي وتاني اعدادي وتالت اعدادي. وان شاء الله بالتوفيق للجميع باذن الله. وان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله وربنا يوفقكم.